شوبز منضوي على أبرز أخبار المشاهير والفنانين بالوطن العربي والعالم، وأيضا منضوي بفقرة من فقراتنا على أبرز أخبار مشاهير تركيا. اشترت الممثلة التركية نورغوليا شلشاي الشهيرة بياسمين بالعشق والجزاء منزل فخم مكون من 3 طبقات بمبلغ 1,400,000 دولار أمريكي، وبذلك بتكون ياسمين انتقلت من الحي يلي كانت تقطن فيه إلى جوار حبيبها المخرج تولغا كاراتشيكلي، حيث غالباً ما كانوا يشاهدون معاً بالصباح ويتناولوا إفطارهم على شرفة منزل ياسمين. من جهة تانية عادت نورغول إلى عالم الإعلانات التلفزيونية، حيث عرض لها فيلم إعلاني بتروج فيه لماركة جاكيتات جلد شهيرة وتقاضت عنه أجر بلغ 250,000 دولار أمريكي. التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صور للممثلة التركية سلمى أرجيك المعروفة بالسلطانة خديجة، وهي برفقة الممثلة التركية نور فتح أغلو المعروفة بالوطن العربي بالسلطانة ناهد دوران بمسلسل حريم السلطان، واستمتعوا الزملاء بوقتهم حيث قاموا بجولة تسوق، ومن بعدها راحوا لتناول العشاء مع بعض بأحد المطاعم برفقة الأصدقاء. مين من